التلفزيون العربي. وفد إسرائيل غير مرحب به في أولمبياد باريس، موقف صدح به حزب فرنسا الأبية على لسان النائب توما بورت قبل أيام من انطلاق الحدث الرياضي الأبرز عالميا. نائب الحزب اليساري عبر خلال تجمع تضامني مع غزة عن رفض تياره السياسي رفع علم إسرائيل في الأولمبياد، ودعا إلى حشد الجهود لتحقيق ذلك، مطالبا دبلوماسية بلاده بالضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لعدم قبول رفع علم ونشيد إسرائيل، كما فعلت اللجنة مع روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، دعوة ساندها ناشطون حقوقيون في باريس. لا نريد أن يشارك الإسرائيليون في الأولمبياد، وإذا شاركوا فلا يجب عليهم أن يرفعوا علمهم. جماعات وشخصيات داعمة لإسرائيل شنت حملة على نواب الحزب اليساري الفرنسي بتهمة معاداة السامية، وهو ما دفع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى إعلان الترحيب بالوفد الإسرائيلي. سيجورني قال من بروكسل إن تصريحات بورت غير مسؤولة وخطرة، ووعد بضمان سلامة وفد إسرائيل. وسائل إعلام مقربة من تل أبيب استغلت الجدل للتذكير بمقتل عدد من رياضييها في أولمبياد ميونخ عام 1972 في عملية ميونخ الشهيرة، متجاهلة الحدث عن استشهاد أكثر من 300 رياضي فلسطيني في مختلف الرياضات منذ بدء العدوان على غزة. 8 رياضيين فقط سيشاركون في الحدث تحت راية فلسطين، ويزن البواب واحد منهم. سنستغل هذا الموعد لنقول للعالم إننا بشر وإننا فلسطينيون ونريد أن نمارس الرياضة. يزن يعتبر حمله علم بلاده في حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة القادم فعل مقاومة في خضم العدوان المستمر على غزة. التلفزيون العربي.